ثلاثين. حياك الله. ترى عندنا لك منافسين هالحين مع عدو الحالي. أبو أنا أقعد الحالي دائما. الشاعر مفلح السلاطين، شاعر مفلح السلاطين ملم بجميع الفنون أو جميع القوافي وجميع الفنون الشعبية عموما. الموروث الشعبي كله أحفظه أنا غير. الموروث الشعبي وأنتم ما شاء الله كلكم. حنا اليوم نخليها تكبير شعبي ولا وشلون؟ نعم نعم. ها تهليل وتكبير شعبي. هذا أفضل ما فيه. أي والله. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا الأجر قبل كل شيء في هذا العشر. تمام. وأن يغفر الذنب ويتوب علينا ويكفينا شر من بشر. نعلى ذلك ويحفظ بلادنا. حنا في أمن وأمان. الله عشان كذا بعد شوي بعطيكم. لا مو بعد شوي، عطنا هالحين. احنا بالله ناصر الحين. اني كنت اني ابتلشت بين الدله والقهوه وبين الالدي، لكن انا وش عندك؟ خلني ما دام هذا كذا بنعطيكم حقه يا ديرة التوحيد. تمام. هذه يا ديرة التوحيد طال عمركم. انت تقول قبل شوي منافسين، ما في احد. انا بالنسبه لي انا الحالي شاعر ومنشد وحافظ الموروث الشعبي. مفلح السلاطين. أقول مفلح السلاطين أبو أسامة. نعم أبو أسامة. نعم. أقول مد الشاعر سعيد والشاعر سعيد أبو دية وسلطان أبو دية. قلت أنت تحسبون ما بل أنت تكتبون شعر، ترى أنا حتى عندي مدخل حالي هنا في الموروث الشعبي جالس أشتغل فيه وأخذ دراهم. ما شاء الله. نعم. تأخذ دراهم؟ هي طبعا ما فيها شيء. ليش؟ عندي ديوان 7-8 آلاف نسخة أبيعه، إذا بعت النسخة ب5 ريال بركه. ايه بركه. هذا صار بيع الكتاب مو الديوان بس. عندي ديوان هذا. ايه؟ نعم الديوان. انا احسب انك تقول الموروث الشعبي اللي تطلعه. ايه عاده اذا لا الموروث الشعبي انا حافظ انه ووزعه اصلا. تمام. وطبعا اكثر الشعر اللي معي انا عندي شعر يمكن ما يقارب اكثر من الحين نبي نجيب منافسه بينك وبين حسن. انا في صوت أنا حق صوت. ايه وهو اكيد انه حق صوت. والله صوت كلكم كلكم الحين نبي نشوف منكم. اقول حال خلنا نشوف الان نبي نشوف مباراه نتبار انا وياك. اي طيب يلا عطنا وش انا اقول. طبعا هذه الابيات عندي اكثر القصائد اللي عندي الشاعر اسمه سعيد ابو ديه، ولازم ان اي شخص يقول شيء لازم انه ينطق اسم الشاعر قبل كل شيء. تمام. فانا يقول يا ديرة التوحيد يا دار العروبه الله مشرفها بمكة والمدينة دار الأبطال شرق الخليج تعانق مواجه غروبه ونسيم حايل بالجنوب استقبله وديان وجبال صافي نبيع الحسا فيها العذوبه صحراء النفود العز فيها نجدنا يا مجد الأجيال الصيف بابها علم اللي ما دروبه فيها الطبيعة والجمال زهورها بألوان وأشكال أمن وأمان وجوها محلى هبوبه يلي من اسطنبول الى باريس الى اقصى الشرق رحال. طبعا هذه نبذة عن الامن. طبعا